وبهذه المناسبة أعرب عن تقديري لما أكده السيد رئيس وزراء اليابان من حرص حكومته على دعم استقرار وأمن مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في هذا الجزء من العالم. また中東和平についても公正で包括的な和平が実現すべきであること、この混乱状況はテロリストの活動の口実になりますので、これを中東の和平を実現していくべきことについても話し合いました。私は日本政府がエジプトの安全と安定のためにその支援をしてくださってきたことに感謝を申し上げたいと思います。エジプトの安定というのは中東地域全体にとっても非常に重要な基礎となるものだからであります。وفي الختام أجدد التحية والتقدير لضيف مصر الكريم السيد رئيس وزراء اليابان شينزو أبي والوفد المرافق له، وإلى أن نلتقي مجددا في مؤتمر شرم الشيخ ثم في طوكيو حيث قبلت دعوته الكريمة لزيارتها في المستقبل القريب لاستكمال مشاورتنا وجهودنا المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار.